مع بداية كل يوم جديد يأخذ طالب أدواته متجولا بين هذه الأشيار، متخذا من عمله فنا جميل لتقليمها وعمل منها مجسمات إبداعية. لا تقف هنا، بل تزيد على ذلك بكتابة عبارات ترحيبية لإضافة رونقا جماليا للمدينة. طبعا العمل يبدأ من بعد صلاة الفجر وحتى 9 صباحا. عدد العمال 14 عامل يوزعون على 3 فرق، كل فرقة تشتغل لحالها، وبعض الفرق تشتغل في عمل الكتابات مثل هذه الكتابات لا إله الله محمد رسول الله واستغفر الله، وبعض فرقة مكونة من تصفية الحشائش، والفرقة الثالثة تتكون في تقصيص أشجار في شارع الجزائر. الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لم تمنع السلطات المحلية بوادي حضرموت وصندوق النظافة والتحسين من الاهتمام بمظاهر المدينة، حيث دشنت السلطة مشروع بناء المجسمات التراثية وتشيير الشوارع وتزيينها في كل من مدن سيئون وتريم والقطن وشبام. فالزائر لمدينة سيئون حاضنة وادي حضرموت يقف حائرا أمام جمال المدينة من خلال ما تزينت به شوارع المدينة بهذه المظاهر الأخاذة التي جاءت ضمن مشروع الاهتمام بالمدينة ومحاولة تقديمها بأبهى صورة. تم من خلال المتابعة ومن خلال اجتماعات مجلس الإدارة صندوق النظافة والتحسين، تم تكليف الأخ مدير عام صندوق النظافة والتحسين بعمل تصورات ورفعها إلى مجلس صندوق النظافة لإقرارها بآلية معينة لتحسين كل مديريات الوادي والصحراء ابتداء من مركز الوادي والصحراء مدينة سيئون. تظل هذه الإبداعات جزءا بسيط مما يتمتع به شباب حضرموت في ظل تبني الجهات المعنية من مشاريع إبداعية تنتظر أن تتاح لها الفرصة لتظهر ما لديها من إمكانيات لتلقي اهتمامات السلطة المحلية وإبداع الشباب بما من شأنه أن يقدم خدمة للمدينة والمحافظة بشكل عام. خطوة في الاتجاه الصحيح تقدمها السلطات المحلية لتزيين وتشيير مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت في ظل تعثر الكثير من المشاريع الخدماتية. حدد مساعد قناة بلقيس، سيئون حضرموت.